ونهنئ للرفيقات في أكاديمية الشهيدة رشدة منبج دورة الشهيدة ملك منبج افتتاح هذه الدورة، الدورة المباركة التي تقام في هذه المرحلة الحساسة، والتي من خلالها سنثبت للعالم أجمع إننا نحن في قوات سوريا الديمقراطية وفي قوات وحدة حماية المرأة يبجة نستطيع أن نصنع السلام والحرية أينما حللنا ومتى شئنا. فنحن واثقين من رفيقاتنا في هذه المرحلة الحساسة جدا، نحن واثقات إن في كل داخل رفيقة بركان يجب أن تفجره في وجه أعدائنا، في وجه أعداء هذه الأمة. ونحن على ثقة تامة بأننا نحن في وحدة حماية المرأة نصنع السلام أينما حللنا وأينما نزلنا. لذا نرجو من الرفيقات أن يبذلن قصارى جهدهن في هذه المرحلة الحساسة. واللهم رجال المعارك عندهم كل العجايب.